لحظات التتويج بالمركز الثاني. نادي الاتحاد يتقدم، نادي الاتحاد. اسماعيل احمد، رامي ابراهيم، هيثم كمال، علي محمد، ياسر صلاح، حاتم بحيري لم يشارك اليوم، حاتم بحيري، يوسف شوشه، احمد بيبو. سلامات لبيبو ودولا اللي كان يعني بيبو كان مصاب ودولا كان في كلام على انه هينزل. ميدو طه وافراد الجهاز الفني ومؤمن دوجا، مصطفى عصام فوده وياسر مبارك وكوري ويبستر. الف مبروك لنادي هارد لك نادي الاتحاد. نادي الاتحاد يملك في جعبته 11 لقب لكاس مصر. اما النادي الاهلي فاليوم اصبح لديه 10 القاب في كاس مصر. والان الى لحظات التتويج بالمركز الاول والميداليه الذهبيه ورفع الكاس، النادي الاهلي على منصه التتويج. النادي الاهلي والمركز الاول. مودي الجرحي يتقدم، لاعب النادي الاهلي، واستلام الميداليات احمد مهيب، ابو النصر وبنته. ابراهيم الجمال العائد من الاصابه، سلامات يا جيمي. يوسف المعداوي، سيف سمير، عمرو زهران، بيبو زهران اخوه، عبد الله بيدو او عبد الله ناصر، عمر طارق، مروان سرحان وعمر عزب، ثنائي سموحه القادم من سموحه الى الاهلي المصابان، سلامات لعمر ومروان. مايكل تومسون عريس اليوم، وايهاب امين، عمرو الجندي، واحمد اسماعيل، ومؤمن خيري. دي قائمه النادي الاهلي المتواجده على المنصه، وياتي بعدهم في قياده الجهاز الفني الساحر الداهيه أوغوستي جولبي بوش، وياتي خلفه احمد الجرحي، كابتن رامي دياسطي. كابتن طارق الغنام، مديرا اداريا كابتن وليد الخراط، اداري دكتور محمد جاد، الطبيب دكتور هيثم عاطف، علاج طبيعي كابتن محمد عيسى المدلك، والكابتن محمد علي احمال، علاء لطفي احصائي، نادر خزام اخصائي اغذيه او تغذيه، واخيرا الدكتور اكرم محمد طبيب الفريق. دي قائمه الشرف او قائمه الجهاز الفني الفائز لموسم 2021-2022 بكاس مصر العاشر في تاريخ النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبيره العظيمه الداعمه دائما وابدا لفرقها في النادي الاهلي. لفته طيبه من مودي الجرحي اللي بيطلع ويستلم الكاس مع ابراهيم الجمال، جيمي ومودي الجرحي، ويتم رفع الكاس الان. اهلاوي لموسم 2021-2022، الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهيره، ورفع الكاس العاشر في تاريخ الاهلي لهذا العام، العشرة يا أهلي، ونطمع في الحداشر يا أهلي بإذن الله. مبروك، مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، ألف مليون مبروك للنادي الأهلي ولاعبيه ولجهازه الفني ومجلس إدارته، ألف ألف مليون مبروك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على هذه الأمسية الرائعة، الأمسية التي فرحنا بها النادي الأهلي في صالة حسن مصطفى اليوم. ألف مليون مبروك. كنت معكم معلقكم ومحدثكم أحمد مناع، كان لي شرف التعليق على هذه المباراة. شكرا لكم على حسن المتابعة المشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله على قنواتكم المفضلة، قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، إليك المايكروفون.